انطلاق فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة. المعارضة في الجابون تدعو المجموعة التي استولت على السلطة لمناقشة الخطة الانتقالية، وإيكاس تعقد اجتماعا استثنائيا الاثنين المقبل. روسيا تعلن دخول الصاروخ الباليستي الاستراتيجي سارمات الخدمة القتالية. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. انطلقت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 الذي تستضيفه مصر، ويعد أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط. وتستمر فعاليات التدريب حتى 14 من سبتمبر الحالية، حيث يشارك في التدريبات أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة، بما يدين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد الجوية والبحرية، وذلك لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط. أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة يجتمعون على أرض مصر في الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية. انطلقت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، والذي تستمر فعالياته حتى 14 من سبتمبر، بما يدين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 19 دولة، فضلاً عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر. وخلال مراسم الافتتاح، ألقى اللواء أركان حرب أسامة نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيرا إلى أهمية التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع الذي يعد من أرقى التدريبات التي تشهدها المنطقة، كونه يمثل إضافة قوية للقوات المشاركة من خلال التعرف على كل ما هو جديد في مجال التدريب العسكري، بالإضافة إلى الاطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية. من جانبه، أعرب العميد ماثيو ريد مدير التدريب من الجانب الأمريكي عن امتنانه وشكره للقوات المسلحة المصرية لاستضافتها للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، مشيرا إلى أن التدريب يعمل على تعزيز القدرات المشتركة لحل المشكلات ومواجهة التحديات وتوحيد المفاهيم العسكرية بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة، متمنياً استمرار وتطوير التدريب خلال السنوات القادمة لتعزيز الروابط بين الدول المشاركة. وتفقد قادة قوات الدول المشاركة معرضاً للأسلحة والمعدات المشتركة في التدريب، معربين عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول،
كما قدمت الموسيقات العسكرية عددا من العروض احتفالا ببدء فعاليات التدريب. هذا وقد شهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعدادا لبدء فعاليات التدريب. حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المشاركة بالتدريب وعدد من الإعلاميين. أعلنت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك اعتبارا من 7 سبتمبر الجاري ولمدة شهر. وتأتي المرحلة الجديدة من المبادرة تزامنا مع العام الدراسي الجديد، حيث توفر المستلزمات الدراسية بتخفيضات تصل إلى 40%. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. أعلنت إدارة الحوار الوطني جدول جلسات الأسبوع 6 للحوار والمقرر انطلاقه الأحد المقبل بمركز المؤتمرات في مدينة نصر. وأوضحت إدارة الحوار أن أول يوم للحوار مخصص للمحور السياسي، بينما يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر سيخصص للمحور الاقتصادي، والذي سوف تناقش فيه لجنة التضخم وغلاء الأسعار على مدار جلستين مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن. كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة على مدار جلسة واحدة بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى أن لجنة الصناعة ستناقش على مدار جلسة واحدة أهداف وخارطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط والصناعة القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة. We'll be right back.
وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي. أستاذ جمال، الأحد القادم يشهد بداية انطلاق جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني. برأيك حتى الآن إلى أي مدى ساهم هذا الحوار في بلورة أفكار بناءة تساهم في إيجاد حلول لتحديات عدة يواجهها المواطنين؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني لا شك أن الحوار الوطني كمبادرة وكفكرة وكمشروع وطني أنعش أشياء كثيرة جدا، في مقدمتها أنه خلق مساحات مشتركة ما بين القوى السياسية وبعضها وما بين التيارات الوطنية وبعضها، هذه واحدة. الثانية أنه تزامن مع الحوار الوطني لتفعيل لجنة العفو الرئاسي، وتابعنا ما تمخض عن وما نتج عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي. نحن نتحدث عن الإفراجات التي يعني وصلت إلى حد ما يزيد عن 1500 مفرج عنهم. أيضا فيما يتعلق باستجابات السيد الرئيس لمخرجات ونتائج ومقترحات الحوار الوطني، سواء في يعني ما الإشراف القضائي، استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات المحلية والانتخابات النيابية والرئاسية وغيرها في 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 قادم الأيام، وأيضا يعني فيما يتعلق باللحمة والدعم هنا. وأنا أتوقف أمام وتحديدا أمام تأكيد السيد الرئيس دائما على دعم الحوار ودعم المبادرة، وتابعنا كلمة السيد الرئيس في افتتاح الحوار الوطني وكيف يعني، وشاهدنا كيف أكد ثقته الكاملة في التيارات الوطنية وقدرتهم على يعني بناء هذه الأمة. وبالتالي هنا يعني نتحدث عن الحوار بما فيه تفاصيل، طبعا هذا بالإضافة إلى يعني عشرات ومئات التوصيات والنتائج والمخرجات التي اندرجت تحت المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، ويتم رفعها تباعا الى السيد الرئيس. ويعني لمسنا بعضها في استجابات تتعلق ب يعني تكليف للسيد الرئيس للحكومه بتنفيذها وغيره. ولكن هنا يعني ترسيخ ومفهوم وثقافه الحوار هو امر لم يكن موجودا من قبل. صحيح أستاذ جمال، والاستجابة مهمة. يعني الحوار الوطني كما رأينا يطرح حلول نتيجة أفكار من جميع الاتجاهات السياسية داخل المجتمع، واستماع الدولة لهذه الأفكار والطروحات. إلى أي مدى في رأيك هذا الأمر هام للحياة السياسية في مصر؟ يعني قبل الحوار الحقيقه المشهد السياسي شيء، وبعد الحوار المشهد السياسي شيء اخر. يعني لا احد يستطيع انكار الحاله يعني الايجابيه الجيده الصحيه التي خلقتها مبادره الحوار الوطني في الشارع السياسي، خاصة أن نحن نتحدث ليس عن حوارات سرية ولكن حوارات على الهواء مباشرة. يعني نتحدث عن جلسات عامة كانت تذاع على الهواء مباشرة والجميع كان يشارك فيها، الجميع من أقصى اليمين لأقصى اليسار لأراء مختلفة متباينة. يعني هذه الأراء وهذه الوجهات النظر كانت تذاع على الهواء وبدون سقف وبدون خطوط حمراء، لكنها تتصف جميعها بالمسؤولية. وبالتالي هنا يعني هذا الإنجاز يعني أحدث تحول، وسيحدث تحول كبير جدا في الشارع السياسي المصري خلال الفترات الماضية، لأنه احنا يعني في مصر لدينا ما يزيد عن 84 حزب، منهم 60 حزب غير ممثل في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، وبالتالي هذا يعكس حالة الجمود الحزب في الشارع. الآن أصبح الوضع المختلف، الحوار الوطني ضخ مزيد من الأكسجين في جسد هذه الأحزاب والقوى السياسية، ويعني بات الحوار دفعة كبيرة لمن يريد أن يشارك في الحياة النيابية سواء في مجلس النواب أو في المحليات أو في مجلس الشيوخ. عفوا. وبالتالي هنا الوضع يعني أصبح صحي جدا، هناك يعني حراك كبير في الشارع السياسي، علينا أن نستثمره ونبني عليه
الى المستقبل، لانه يعني اصبحنا امام مساحات مشتركه، اصبحنا امام فرصه قويه للمشاركه في صناعه قرار وهو هدف رئيسي من المبادره، مشاركه مد الدوله تمد ايديها للجميع للمشاركه في بناء الجمهوريه الجديده بكل تفاصيلها. نعم، اشكرك جزيلا الاستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير جريده الاهرام العربي. اعلنت المجموعه الاقتصاديه لدول وسط افريقيا ايكاس انها ستعقد اجتماعا استثنائيا ثانيا يوم الاثنين المقبل للتركيز على تطورات الاوضاع في الجابون. في غضون ذلك كشف حزب المعارضة الرئيسي في الجابون البديل 2023 أنه دعا المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة لمناقشة الخطة الانتقالية، مشيرا إلى أنه لم يتلقى أي رد بعد، وحث الحزب المجتمع الدولي على تشجيع هذه المجموعة على إعادة السلطة إلى المدنيين. وأضاف حزب البديل أنه يريد إعادة فرز كامل للأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا. أفادت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن وزير خارجية تشاد محمد صالح النظيف بأنه تم تعيين رئيس دولة أفريقيا الوسطى وسيطا للجابون من قبل المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا. وأوضح النظيف أن رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا سيجتمعون الاثنين المقبل لبحث الوضع في الجابون، لافتا إلى أن الحوار مع العسكريين في الجابون يهدف إلى تحقيق عودة سريعة للنظام الدستوري. أعلنت الأمم المتحدة أنها تسعى للتواصل مع المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر بعد تعليقهم عمل الوكالات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى في مناطق العمليات العسكرية. كانت المجموعة العسكرية قد أعلنت تعليق جميع أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في مناطق العمليات العسكرية. وأرجعت وزارة الداخلية في النيجر القرار إلى الوضع الأمني الحالي والعمليات العسكرية الجارية للقوات المسلحة هناك، داعية جميع المنظمات لوقف جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات مؤقتا. استشهدت طفلة من محافظة شمال قطاع غزة جراء تعرضها لحادث دهس في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وكان فلسطيني قد استشهد صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها قرية بشمال مدينة طوبس في الضفة الغربية، بينما أصيب أربعة آخرون. أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية يوري بوريسوف أن أحدث نظام صاروخي استراتيجي روسي سرمات دخل الخدمة القتالية. وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف قد صرح سابقا أن روسيا تزود نفسها بجميع أنواع الأسلحة بكميات تتجاوز الاحتياجات الحالية لقواتها المسلحة، وذلك في إطار المواجهات مع الجانب الأوكراني. We'll be right back.
أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 281 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي، من بينها 29 فوق مناطق بغرب روسيا. وتشهد الأراضي الروسية هجمات متكررة للمسيرات الأوكرانية، طال عدد منها العاصمة موسكو ومنشآتها، ومن بينها مبنى الرئاسة الروسية ذاته. حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر رابط فيديو حفل افتتاح مدارس جديدة في مناطق مختلفة من البلاد، وكذلك في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تقع تحت سيطرة روسيا. وصرح بوتين أنه يتعين على الحكومة الروسية أن تولي اهتماما خاصا لدمج المدارس والجامعات في المناطق الجديدة في نظام التعليم الروسي، في إشارة إلى الأراضي الأوكرانية التي تقع تحت سيطرة روسيا، بالإضافة إلى أنه شدد على أن هذه إحدى قضايا التكامل الرئيسية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في البلاد ما لم تستعيد كييف السيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس وغيرهما من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا. تصريحات زيلينسكي جاءت أمام منتدى البيت الأوروبي لإدارة الأعمال في إيطاليا. وكان زيلينسكي قد تعهد في 23 من أغسطس الماضي بإنهاء ما أسماه احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم وجميع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها موسكو، وقال إن القرم سيتم تحريرها مثل جميع الأجزاء الأخرى في أوكرانيا التي لا تزال تحت الاحتلال. أكد نائب رئيس الوزراء الأوكراني ألكسندر كوبراكوف أن سفينتي شحن أوكرانيين غادرتا ميناء بالقرب من أوديسا، وهما السفينتان الثالثة والرابعة اللتان تبحران من موانٍ أوكرانية عبر البحر الأسود منذ انسحاب روسيا من اتفاق كان يسمح بالإبحار الآمن لسفن الحبوب. وتحاصر روسيا المواني الأوكرانية منذ فبراير من عام 2022، وهددت بمعاملة جميع السفن على أنها أهداف عسكرية محتملة بعد الانسحاب في يوليو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة. وسمح اتفاق الحبوب قبل انسحاب موسكو منه لأوكرانيا، وهي من أكبر مصدري الحبوب، بشحن ملايين الأطنان من منتجاتها إلى دول أخرى خلال الأزمة الأوكرانية. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. أرمينيا وأذربيجان تعلنان سقوط ضحايا في اشتباكات جديدة على الحدود، وواشنطن تعرب عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية. أعلنت أرمينيا وأذربيجان أنهما تكبدتا خسائر بشرية جراء اشتباك على حدودهما المشتركة في شمال غربي ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين البلدين. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن اثنين من جنودها قتلا وأصيب ثالث جراء قصف على الحدود، في حين أفادت أذربيجان أن أرمينيا قصفت مواقع على حدود منطقة كالباغار بطائرات مسيرة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من جنودها. في غضون ذلك أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في ناغورنو كاراباخ نتيجة للحصار المستمر للطعام والأدوية والسلع الأخرى الضرورية للحياة. أغلقت مراكز الاقتراع في سنغافورة أبوابها بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس التاسع للبلاد، وأدلى أكثر من 2,300,000 مواطن بأصواتهم في 1,264 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى أنه يتنافس في الانتخابات الرئاسية السنغافورية ثلاثة مرشحين، وهم كبير مسؤولي الاستثمار السابق لدى صندوق الثروة السيادية، والوزير الأول السابق ورئيس التنفيذي السابق لإحدى الشركات الكبرى. يذكر أن حليمة يعقوب البالغة من العمر 68 عاما هي ثامن رئيسة للبلاد وأول سيدة تتولى المنصب في سنغافورة، وتنتهي ولايتها التي تبلغ 6 سنوات في 13 من سبتمبر الجاري.
أعلنت الحكومة الماليزية عزمها إرسال مذكرة احتجاج إلى الصين بشأن مطالباتها الأخيرة ببحر الصين الجنوبي على النحو المبين في خريطة الصين القياسية للعام الحالي الذي يغطي المياه الإقليمية لماليزيا. وذكرت وزارة الخارجية الماليزية أنها لا تعترف بمطالبة الصين الجديدة في بحر الصين الجنوبي، مضيفة أن الخريطة لا تملك سلطة ملزمة على ماليزيا. وأصدرت وزارة الموارد الطبيعية الصينية خريطة الصين القياسية التي تشمل المناطق البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة في ماليزيا بالقرب من ولايتي صباح وساراواك الماليزيتين وبروناي دار السلام والفلبين وإندونيسيا وفيتنام، بالإضافة إلى عديد من المناطق الهندية. أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية أنها فرضت عقوبات على 5 أفراد وشركة في كوريا الشمالية بسبب إطلاق بيونغ يانغ صاروخا فضائيا. كما أعلنت الخارجية اليابانية فرض عقوبات على 3 جامعات و4 أفراد شاركوا في تطوير برنامج كوريا الشمالي النووي والصاروخي. وافقت المفوضية الأوروبية على استخدام لقاح فيروس كورونا المستجد المعدل الذي طورته شركة بايونتيك فايزر الأمريكية. وأكدت المفوضية أن هذا اللقاح يمثل معلما هاما آخر في مكافحة الوباء، وهذا هو التكيف الثالث لهذا اللقاح للاستجابة للمتغيرات الجديدة للفيروس التاجي. وصرحت المفوضية أن هذا اللقاح مصرح به للبالغين والأطفال والرضع فوق 6 أشهر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولية نتيجة لغياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط. وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على انتظام سير العمل والحركة الجوية بمطار العاصمة الدولية الذي يقع بطريق القاهرة السويس جهة الشرق من مطار القاهرة، ويخدم العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة السويس والإسماعيلية، مشيرا إلى استمرار المطار في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقا لجداول التشغيل اليومية، وكذلك استقبال الطائرات التابعة لشركات الطيران المختلفة للتزود بالوقود، مهيبا بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. تتواصل جهود الدولة في قطاع الصحة لتقديم الرعاية اللازمة من خلال مبادرات رئاسية متنوعة، من بينها مبادرة 100 يوم صحة، حيث تم تقديم 26,009,809 خدمة طبية منذ انطلاق المبادرة يوم 25 يونيو الماضي وحتى الأمس في جميع محافظات الجمهورية. وقدمت حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها 791,105 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في أول زيارة، بينما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 2,008,537 زيارة. وأضافت الوزارة أن حملة 100 يوم الصحة قدمت خدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة ل 341,565 طفلا، بينما قدمت الحملة 2,441,543 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. 4, 3, 2, 1. يا عيني يا عيني يا عمي يا بتاع البهجة قسم وسمعني. مدينة على البحر الأبيض المتوسط. وإزاي بس يا شبرونوس نسيتني همومي في ثانية،
قاعد حساباتي وبرجع بص الصف وشك بالدنيا عالمولى كنت سايبه ولا عمري كنت حاسبه نشكر الشركة المتحدة على المجهود الجبار مهرجان جديد من نوعه جذب أنظار العالم لتلك البقعة الغالية من أرض الوطن بعد تطهيرها من الألغام وهي اليوم تنعم بالأمن وتردد صدى الفن والرياضة في سمائها وتواصلت الفعاليات والمسابقات الفنية والرياضية خلال المهرجان منذ 13 من يوليو الماضي وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من العالمين الجديدة رامي صف لنا الأجواء لديك في العالمين الجديدة وأبرز الأنشطة التي تتابعها على مدار اليوم للذين يتواجدون في هذه المدينة تحياتي لك ولكل متابعينا في هذه المتابعة لفعاليات مهرجان العالم عالمين هذا المهرجان الذي انطلق بفعاليات متنوعة ليرسم لوحة فنية غنائية موسيقية ترفيهية ورياضية على أرض مدينة العالمين وكما اعتدنا من هذا المهرجان مع نهاية عطلة الأسبوع تكون هناك عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية بمنطقة العالمين أرينا إحدى المناطق التي يقام بها عدد من الفعاليات من خلال عنوان عريض وهو مهرجان العالم عالمين أما إذا تحدثنا عن الفعاليات لأكثر من 50 يوم كانت هناك عدد من الفعاليات المتنوعة فعاليات رياضية ثقافية موسيقية وأيضا مهرجان الدراما الذي كان حاضر بقوة من خلال هذه الفعاليات أما عن الفعاليات الرياضية التي شهدتها شوارع وأيضا صالات وأيضا مواقع مختلفة من شواطئ وسواحل مدينة العالمين الجديدة نتحدث عن رياضة الترايثلون السباق الثلاثي الأولمبي الذي انطلق على سواحل مدينة العالمين إذا تحدثنا عن رياضة التجديف ورياضة البدل على شواطئ ورمال مدينة العالمين العديد من الفعاليات التي انطلقت من خلال العنوان العريض مهرجان العالمين عالم عالمين واليوم تستمر الحفلات الغنائية والموسيقية على مسرح العالمين أرينا وأيضا تستمر حتى الغد نتحدث عن أكثر من 50 يوم من الفعاليات المتنوعة جعلت من مدينة العالمين لوحة فنية غنائية موسيقية ومقصد لسياحي لكثير جدا من المواطنين سواء مصريين وعرب وغيرهم ومصريين مقيمين بالخارج ومن خلال حديثي مع الكثيرين تحدثوا أن هذا الموقع وهذه المنطقة أصبحت الآن مقصد مهم لهم وواجهة سياحية بكل ما تحمله الكلمة بأغلب المواقع بها لو تحدثنا عن الممشى السياحي الأبراج وغيرها من العلامات البارزة لمدينة العالمين بالإضافة إلى الروح الكبيرة التي وضعها مهرجان العالم عالمين من خلال الفعاليات المتنوعة والمستمرة حتى اليوم وغدا هذا هو المشهد وإليكم الكلمة شكرا لك رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديدة وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكولا للتعاون مع جامعة السلام بمحافظة الغربية للعمل على تنمية المجتمع حيث أنه سيتم عقد العديد من البرامج التدريبية بمختلف كليات الجامعة والهادفة إلى تنمية وتطوير قدرات الشباب لتأهيلهم لأسواق العمل خاصة المجالات التي تقدمها الجامعة بالمجان بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال العيادات الخارجية الخاصة لكل محافظة الدلتا في إطار أهداف مؤسسة حياة كريمة نحو خدمة الفئات الأولى بالرعاية وقعت المؤسسة بالتعاون مع القطاع الطبي وجامعة السلام بمحافظة الغربية بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال العيادات الخارجية الخاصة بكليات طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي لكل محافظات الدلتا بروتوكول في حوال أساسي القطاع الطبي
أن يتم التعاون ما بين المؤسسة وما بين الجامعة في الأنشطة الطبية زي القوافل والعيادات وعيادات الأسنان وتقديم الخدمة الطبية للفئات الأكثر احتياجا في منطقة الدلتا. متوفر في الجامعة عيادات خارجية في تخصص طب الأسنان، وإن شاء الله برضو مستشفى لجراحة الفكين وطب الأسنان. متوفر أيضا عيادات خارجية للعلاج الطبيعي، دي إن شاء الله تبقى مسخرة لخدمة أهالينا في القرى المحيطة والمحافظات المحيطة بموقع الجامعة إن شاء الله. وقد شمل البروتوكول الخدمات التي تقدمها كلية الفم والأسنان، ومنها وحدات عيادة الطوارئ والتشخيص، عيادة جراحة الفم والتخدير وغيرها، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها كلية العلاج الطبيعي والتي تتضمن الكشف والتقييم وتقديم الخدمات العلاجية، وتشمل الأشعة تحت الحمراء فوق البنفسجية وغيرها. المؤسسة بتعمل بشكل دائم على تنفيذ صوب التعاون وعقد بروتوكولات التعاون في شتى المجالات عموما مش بتوع طبي بس، مع الجهات والمؤسسات المعنية لتقديم وتسهيل الخدمات دايما على المواطنين ومواطنين محافظات قرى حياكل. في جامعة السلام نهجنا نهج ان احنا نتعاون مع المجتمع اللي عايشين فيه، وكان احسن طريق نختاره هو طريق حياه كريمه. احنا عندنا حالات مرضيه دايما بيتم رصدها ميداني، فاحنا ان شاء الله هنكون قادرين ان احنا نحول الحالات دي علشان يتلقوا الخدمه بتاعتهم. كما سيتم تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التوعويه اجتماعيا وثقافيا وطبيا بهدف تثقيف المواطنين ورفع الوعي لديهم وتنظيم القوافل الطبيه، وسيتم انشاء العديد من البرامج التدريبيه بمختلف كليات الجامعه والهادفة إلى تطوير قدرات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل. وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكولا للتعاون مع جامعة الدلتا بمحافظة الدقهلية. يهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية بمختلف كليات الجامعة لأهل الدلتا، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية. بروتوكول جديد توقعه مؤسسة حياة كريمة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة. بروتوكول التعاون جاء مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية، ويقدم البروتوكول خدمات البرامج التدريبية بمختلف كليات الجامعة لأهالي قرى حياة كريمة، بالإضافة للخدمات الطبية والعلاجية وخدمات الاستشارات الهندسية للمساهمة في المشروعات القومية للمؤسسة. احنا دور الجامعة بجوار التعليم والبحث العلمي هي تقديم خدمة للمجتمع ومساهمة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030. الجامعة بتثمن طبعا الدور الكبير اللي قامت به حياة كريمة في العديد من الأعمال وخاصة في الريف المصري. نقاط التعاون وهي توحيد الجهود من خلال تحويل الحالات الأولى بالرعاية داخل محافظات حياة كريمة للمستشفيات اللي موجودة داخل الجامعة والعيادات الخاصة بالكلية زي طب أسنان والعلاج الطبيعي والطب. جامعة الدلتا تمتلك العديد من الكليات والأقسام الطبية التي تستطيع من خلالها تقديم الخدمات العلاجية بالمجان، بالإضافة لتنظيم قوافل طبية داخل القرى والاستعانة بعدد من أطبائها بالتنسيق والتعاون مع القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية. طبعا عندنا في الجامعة أكبر كلية طب الأسنان على مستوى العالم، واخدين جينيس ريكورد. كلية طب الأسنان فيها أكتر من 350 كرسي أسنان مجهز، غير عندنا في دلتا بلس دي فيها حاجات متقدمة بالنسبة لعلاج المرضى. كل تخصصات طب الأسنان موجودة عندنا، طبعا كل ده مجانا، يعني العلاج كله بيتم مجانا بدون ما المريض يدفع اي حاجه. دي خطوه مهمه جدا ان احنا نزود الخدمات الرعايه الصحيه اللي بنحاول نوفرها للمستفيدين في القرى، اللي بتحاول مؤسسه حياه كريمه ان هي تطورها. موجب بروتوكول التعاون مع جامعه الدلتا للعلوم والتكنولوجيا هيتم التعاون في اكتر من مجال. البروتوكول النهارده اساسا للقطاع الطبي من ناحيه القوافل الطبيه وعلاج بعض المرضى وبعض الحالات اللي بتحتاج تدخل في الأسنان ورعايتها. البروتوكول النهاردة بعد ما نقحناه بقالنا فترة بنتفاوض فيه، وصلنا الحقيقة ان احنا هنقدر من خلال جامعة الدلتا ان احنا يبقى لنا مكتب لحياة كريمة هناك
علشان نتوسع في الخدمات المقدمة، ما تبقاش خدمات طبية بس، احنا بعد كده هنتوسع كمان في الخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. احنا في حياة كريمة بنحرص دايما على يعني تطوير قطاعاتنا بشكل مستمر، خاصة القطاع الطبي، وبنحرص دايما على تنفيذ وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة والمعنية لتطوير قطاعنا دايما وبشكل مستمر. البروتوكول يستهدف أيضا الاستفادة من مركز تعليم الكبار بالجامعة لمحو الأمية لمواطني المناطق المجاورة، وتقديم المنح الدراسية للطلبة المتفوقين، وحملات توعية لتعزيز مفهوم الصحة، مما يؤكد الجهود التي تقوم بها المؤسسة لتوفير حياة تليق بالمواطنين في مختلف جوانب الحياة. محمود جميل، التلفزيون المصري. نظمت مديرية الصحة بالغربية قافلة طبية في قرية تلميع إحدى قرى مركز سمنود بمحافظة الغربية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة. وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 712 مواطنا وصرف الدواء لهم بالمجان. القافلة شهدت الكشف على المرضى في مختلف التخصصات الطبية بالمجان، كما تم تنظيم عدة ندوات تثقيفية للمواطنين حول التوعية وإجراءات الوقاية الصحية. والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. المتابعة الاقتصادية لدى سارة نبي، تفضلي سارة. شكرا لكما إيمان وليلى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أكد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن مصر احتلت المرتبة الأولى إفريقيا من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022. وخلال كلمته أمام منتدى الأعمال والاستثمار الذي نظمته سفارة مصر ببكين، استعرض رئيس هيئة الاستثمار الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للشركات الأجنبية، لا سيما في عدد من الصناعات الحيوية وإنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر. شارك في المنتدى أكثر من 120 من ممثلي الشركات والمؤسسات والبنوك الصينية ومجتمعات الأعمال، الذين أعربوا عن ترحيبهم بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والاستفادة مما توفره من حوافز ومناخ ملائم للاستثمار. بدأ صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر سبتمبر، وتتيح الحكومة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات التموين من خلال 40,000 منفذ على مستوى الجمهورية. استعدادات كبيرة أنهتها الدولة لبدء صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر، حيث أقبل المواطنون على هذا المنفذ بمحافظة الجيزة، والذي يأتي ضمن 40,000 منفذ على مستوى الجمهورية، وسط متابعة ورقابة من وزارة التموين لتسهيل عملية الصرف والتأكد من توافر كل السلع. بنتم وضع خطة مسبقة للمراقبة على السوق ومتابعة صرف السلع التموينية للمواطنين على مدار الشهر. كان عندنا تواجد في الشارع على مدار اليوم، عندنا حملاتنا النهاردة كلها، عندنا ما يقرب من 23 حملة على مستوى محافظة الجيزة تجوب شوارع جميع أنحاء المحافظة للمتابعة المستمرة لصرف السلع التموينية للمواطنين. المتابعة تستمر على منافذ الصرف التي تأتي من مخازن شركات الجملة لصرف 31 سلعة متنوعة ل 64 مليون مواطن المستفيدين من الدعم للسلع بتكلفة 37 مليار جنيه سنوياً. الجيزة فيها 2500 تاجر، فيها حوالي 2 مليون بطاقة. من الساعة 9 الصبح المواطن بينزل بيلاقي بضاعته على مستوى الجيزة كلها، السيستم بيفتح من 9 الصبح، كل المنافذ شغالة، كل 31 سلعة متوفرة، كلنا على هتم استعداد للمواطنين. طاقتي بجينا على طول، الناس مرتاحة جدا وناس كويسين ومحترمين جدا، وباجي اخد تمويني من هنا على طول.
جهود متواصلة لمتابعة المنافذ التموينية والمجمعات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع المختلفة وبأسعار مناسبة والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار. محمود جميل، التلفزيون المصري. تواصل الدولة جهودها لتوفير كوب لبن آمن للأسرة المصرية ضمن خطتها لتطوير مراكز تجميع الألبان. يأتي مركز الخير بقرية الغر بمحافظة الغربية على رأس المراكز المتخصصة بتجميع الألبان بطاقة استيعابية تصل إلى 30 طنا يوميا. من أجل كوب لبن آمن يتواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الدولة، ومن بين تلك المراكز مركز الخير بقرية أبو الغر بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، والذي تم تصميمه وتنفيذه على مساحة 400 متر تقريباً، واجتياز اختبارات التقييم لشهادة الهايبر والأيزو، وذلك بطاقة استيعابية تقدر ب30 طن يومياً. احنا هنا في المعمل طبعاً لازم عند استلام الألبان اللبن بيمر بمراحل معينة بنبتديها هنا من خلال المعمل ومن خلال التحاليل. طبعا بنخش الاول نحلل اللبن من المضادات الحيويه ومن التهابات الضرع ومن الفات والبروتين. المبادره الرئاسيه تهدف الى العنايه بانتاج وتصنيع الالبان والارتقاء بجودتها لامداد المستهلك بالالبان ومنتجاتها بشكل نظيف صالح للاستهلاك الادمي خاليا من كافه انواع المسببات المرضيه للانسان. طبعا محافظة الغربية من المحافظات الرائدة في إنتاج الألبان بصفة عامة ومراكز تجميع الألبان بصفة خاصة. احنا عندنا هنا في محافظة الغربية عندنا 80 مركز تجميع ألبان كحصر، إنما المطور منهم ما طورناه، احنا طورنا 25، ما تم تطويره ثم حصل على شهادة الجودة عدد 6. مراكز تجميع الألبان تعد من المشروعات الواعدة التي توفر فرص عمل في المناطق المقام عليها المركز، كما يعمل المشروع على تقديم حلول عملية لرفع جودة الألبان المنتجة لدى المربين الصغار من خلال تطوير عمل نقاط ومراكز تجميع الألبان. في أسواق البترول العالمية حافظ خام برنت على مستوى فوق 87 دولاراً للبرميل، بينما تتجه أسعار الخام لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين مدعومة بتوقعات بنقص الإمدادات. صعد خام برنت بنسبة 1.29% ليسجل 87 دولاراً و95 سنتاً للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.29% يسجل 87 دولارا و95 سنتا، كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2% لتصل إلى 3.13 دولارات للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.83% لتسجل $2.42 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنها أجرت مناقشة مثمرة مع رئيس الوزراء الصيني لي تشاينغ، معربة عن تطلعها إلى العمل مع بكين فيما يتعلق بقضايا عالمية مثل تغير المناخ ودعم الاقتصادات النامية. وخلال زيارتها للصين التي تستمر حتى يوم الأحد المقبل للقاء كبار القادة الصينيين قبل التوجه إلى إندونيسيا والهند لحضور قمتي آسيان ومجموعة العشرين، أكد مديرة صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الصين سينمو 5.2% هذا العام، ارتفاعا عن 3% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 4.5% في عام 2024. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى إيمان وليلى، إليكم. شكرا لك سراني. ومشاهدينا في ختام النشرة هذه عناوين الأخبار. انطلاق فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة.
المعارضة في الجابون تدعو المجموعة التي استولت على السلطة لمناقشة الخطة الانتقالية، وإيكاس تعقد اجتماعا استثنائيا الاثنين المقبل. روسيا تعلن دخول الصاروخ الباليستي لاستراتيجي سارمات الخدمة القتالية. بختام العناوين نصل معكم لختام نشرة السادسة، حياة لكم وإلى اللقاء.